هنكمل مع بعض جزء المايكرو، وهنبدأ النهاردة في الفيروسات. هنبدأ مع الإيبشتاين بار فيروس. يا دكتور، ايه هو الإيبشتاين بار فيروس ده؟ عايزين نتكلم عنه شوية بس قبل ما نخش في اي حاجة. بص، الإيبشتاين بار فيروس ده اولا هو بيتنقل دروبلت، يعني بيتنقل من خلال الصلايفة بالذات، لان لو ان اغلب الحالات اللي بيجيلها infectious mononucleosis هو بيعمل أمراض تانية غير ال infectious mononucleosis، بس في ال infectious mononucleosis سموه حتى مرض الكيسنج ديزيز، مرض البوس. طيب مرض البوس يعني بيتنقل بإيه؟ أكيد بالصلايف. طيب يا دكتور، هو بيعمل إيه؟ يعني هو دلوقتي الفيروس خلاص دخل، ماشي، حصل كيسنج وحصل إن الفيروس دخل. طيب الفيروس دخل بالصلايفة، هيروح فين الفيروس ده؟ الفيروس مشي، دخل الصلايفة، دخل على الأوروفاركس. بعد ما دخل الأوروفاركس بدأ الفيروس يكتر، وانت عارف اكيد الفيروس بيبدأ يحصل مالتيبليكيشن وريبليكيشن، والفيروس عمال يكتر وحجمه يزيد وعمال يتكاثر. كل ده فين؟ كل ده جوه الأوروفاركس. طيب ادام هو جوه الاوروفاركس يا دكتور وحجمه عمال، يعني عمال يكتر، يعني عمال عداده بتكتر، تفتكر هيعمل ايه؟ هيعمل اكيد فارنجايتس، هيعمل فارنجايتس، هيعمل التهاب في الفاركس اللي هو المكان اللي موجود فيه. طيب لما يعمل التهاب، الميوكوزا الملتهبة ده مش وارد ان هي تقع، يعني مش وارد ان الميوكوزا دي تقع، الابيسيليم يقع، اي حاجة من الحاجات اللي هي عمال يحصل فيها التهاب ونكروزس دي اكيد وارد انها تقع. بعد ما تقع تروح للصلايف، يقوم جاي كاحح بايس حد، فعلى طول تتنقل لايه؟ للحد التاني اللي هو باسه ده. يبقى الفيروس دخل تاني، مشي مع الصلايفة ودخل جوه الاوروفاركس، عمل فارنجايتس، فوقع شوية فيروسات في البق، فالشخص اللي هو عنده الفيروس ده راح بس حد فنقل له الفيروس. ليه؟ لأن الفيروس حصل له شيدنج جوه الصلايفة تاني فاتنقل. في الحقيقة إن الفيروس ده مش بس بيقتصر على إن هو يعمل كده، الفيروس ده بيجيله خلايا الدم، خلايا الدم هو بيحب، بيعشق البيسل، بيعشق البيسل، يروح كده يلاقي البيسل معدية، يقول لها ايه يا بيسل عاملة ايه؟ تقول له ازيك الحمد لله، انت عامل ايه؟ فيقول لها انا عارض عليك عرض، انا هخش استخبى جواكي. تقول له طب وانت لما تستخبى جوايا وتقعد جوايا وتهاجم الجسم اللي انا عايشة فيه هتديني ايه؟ يعني انا كده كده هستفاد منك ايه؟ فيوم جاي الفيروس قال لها بص يا بيسل، انا هخليكي خالدة، هديكي صفة الخلود، هخليكي عايشة طول العمر يا بيسل، ده انت كنت بتموتي بعد 9 ايام، دلوقتي مش هتموتي، دخليني جواكي وهديكي صفة الخلود، هخليكي امورتال. فالبيسل يعجبها الموضوع قوي، يجي على خيال، بص على هواها، فتقول له طيب يا فيروس تعال. يوم جاي الفيروس داخل جوه البيسل، اول ما يخش جوه البيسل طبيعي الفيروس عايز يكتر، اعداده تكتر، فالفيروس بيكتر والبيسل كمان معاه بتكتر لان هو جواه، بيسل عماله تكتر عماله تكتر عماله تكتر، وعماله تطلع هيتروفيل انتي بوديز، عماله تنتج انتي بوديز. في الحقيقه ان الانتي بوديز ده بتحصل عليها خناقه، يعني خلينا كده بمعنى الحدوتة اللي انا بشرح بيه ده عشان ايه الدنيا تتفهم في دماغك كويس. بيحصل خناقة يا سيدي، البي سيل بتطلع انتي بودي ضد الفيروس، يقوم جاي الفيروس قايل لها كده بتبيعيني بعد كل اللي عملته عشانك؟ تقوم جاي البي سيل قايله له ايه؟ قايله له طب بص، انت خلاص كترتني وقعدت تضر في جسم بيا وانا مش عايزاك. فيقول لها لا انا مش هطلع، فيقول لها ايه؟ احنا نتصالح.
المهم هيتصالحوا، هترسى على ان الانتي بادي اللي طالع ده، هيقول لها بقى انت مطلعه انتي بادي ضدي، فتقول له بص انا هخلي الانتي بادي ده ضدك وضد اي حاجه تانية، يعني ضد حاجات تانية مش ضدك انت بس، تقول له ده دي وظيفتي، فتاكله كده بالكلام وتقول له ايه دي وظيفتي ان انا اطلع انتي بادي، وعشان بقيه الخلايا ما تزعلش مني ان انا خاينه، فتقوم ايه مطلعه هيتروفيل انتي بادز. هيتروفيل بمعنى ان هي بتمسك في الفيروس وبتمسك في حاجات تانية غير الفيروس، يعني مش مخصصة للفيروس بس. في نفس الوقت البي سيل بتعمل تاخد الفيرال بروتين وتقوم جاي حطها على السطح بتاعها، لما تحطه على السطح بتاعها تيجي التي سيل معدية، تقوم جاية شايفة البروتين محطوط على السطح بتاع البي سيل، تقوم جاية قايلة ايه ده ايه ده، ده انت خلية انفكتد، انت خلية انفكتد. يحصل للتي سيل اكتيفيشن، التي سيل تبدأ بقى تجمع بعضها ويبدأ يحصل فيها اكتيفيشن، وتبدأ عايزة تهاجم الانفكتد سيل دي، فتطلع التي سايتوتوكسيك، التي اللي بتهاجم الخلايا البايظة، الخلايا التوكسيك، لان البي سيل دي خلاص بقت توكسيك على الجسم، فيبدأ الجسم المناعي بتاعنا، الأجسام المناعية بتاعتنا، الخلايا المناعية بتاعتنا تبدأ تهاجم البي سيل وتهاجم الفيروس اللي جوه البي سيل. واتيبيكال تي لينفوسايت ده معناها ان التي لينفوسايت بتكون خلايا مخصصة جدا جدا للبي سيل، اكبر في الحجم، اكبر في الحجم. ليه؟ لان البي سيل دي مهما كان يا سيدي خلية تبع الجسم، وعارفة كل النقاط ضعف ونقاطك، عارفين كل حاجة عن بعض، فالاتنين رايحين يتخانقوا مع بعض في خناقة دلوقتي، سببها ان الفيروس ضحك على البي سيل بقصة الخلود ودخل قاعد جواه. حدوتة جميلة خالص بدأت ببوسة، هي بوسة نقلت الفيروس بالصلايف، دخل عمل فارنجايتس، وبعد كده مسك في البي سيل دخل جواها، فالتي سيل زعلت قالت لها يا خاينة، قامت جاية رايحة تضرب فيه. هي دي حدوتة الإبشتاين بار فيروس. طب الإبشتاين بار فيروس ده المرض الشهير بتاعه اسمه انفكشس مونو نيوكليوزس، انفكشس مونو نيوكليوزس، مرض مشهور جدا جدا جدا، بس مشهور بره يعني. جلاندولار فيفر ده الاسم التاني بتاعه. الفيروس ده في الأفارقة يعني خصوصا يعني بالأخص عندهم حاجة انديميك هناك، حاجة وبائية اسمها بيركتس ليمفوما. انت شفت ان الفيروس ده شغلته اصلا على الجهاز المناعي وعلى البي سيلز والتي سيلز، ويبدأوا يضربوا ببعض، ممكن يحصل ان في خلاص سرطان في الجهاز المناعي، ليمفوما بيسموه بيركتس ليمفوما، بيركتس ده على اسم العالم. والمرض ده مشهور جدا 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 في الأفارقة في الناس النيجروز، لان الانفكشن ده بيتنقل عندهم بسهولة. هل الفيروس ده دكتور بيعمل كارسينومات تانية؟ اقول لك الحقيقة ان الفيروس ده اونكوجينيك، فيروس العين، بيخش كمان يعمل نيزوفارينجال كارسينوما وبي سيل لمفوما، يعني البي سيل اصلا اللي انا عمال اقول لك من الصبح بيحصل فيها بروليفريشن وبتكتر في العدد، وارد ان خلاص يحصل فيها لمفومات ونيزوفارينجال، وده الطبيعي لان هو اصلا مشكلته ان هو دخل في الفاركس على طول، اول حاجة عملها دخل في الفاركس، بعد كده اتنقل للدم وعمل فيريمي، بعد كده هيقول لك في الكتاب ان الحدوتة بقى بتاعتنا هيكتبها لك، هيقول لك ان هو والله الفيروس ده بيصيب البي، وبعد كده التي سي التي سايتوتوكسيك لينفوسايت تروح تهاجم البي، وبعد كده يبدأ حرب مناعية وخناقة مناعية، والتي سيل بتبقى اتيبيكال عشان تهاجم البي سيل دي.
والهيتروفيل انتي بوديز زي ما انا قلت لك بيطلع الانتي بوديز دي بيبقى ليها مكان تمسك فيه تحارب الفيروس وليها مكان كمان تحارب حاجات تانية. لما دوروا ولقوا الحاجات التانية اللي بتمسك في الانتي بوديز ده لقوا ان الشيب والهورس ار بي سيز، يعني الحصان والخرفان ليهم ار بي سيز بتمسك مع الانتي بوديز دي، وبيحصل رياكشن كده هناخده كمان شوية في اللابوراتوري دايجنوز. انفكشس مونونيوكليوزيس زي ما انا قلت لك بقى خلاص هو بيتنقل ازاي. اكتب لي عليه مرض اسمه الكيسنج ديزيز، مرض البوس. ايه بقى بيتنقل ازاي؟ بالسلايفا. طيب يا دكتور زي ايه انفكشن في الدنيا؟ فاهم، فيفر، انوريكزيا، هيديك، ماليز، ومعاه زي ما انت متخيل هيكون معاه ايه. حصل، ايوه، فارنجايتس. يا جدع فارنجايتس، اكتب لي بقى اعراض الفارنجايتس، سورس روت. بس هنا مش بس ان الليمف نودز بتاعت النك هي اللي هتتأثر، لا، ده الانفكشن ده راح في الدم خلاص، في فيريميا والبيس اللي اتأثرت والليمف نود. ايوان الليمف نود، الليمف نود، كل الليمف نود اللي موجودة في الجسم هتتأثر، هيحصل جنراليزد ليمفادينوباسي. جنراليزد ليمفادينوباسي، تلاقي العيان طالع له كلاكيع في كل حته كده ومورم. طب يا دكتور هل مقتصر بس على الليمف نود؟ لا، الحقيقه ان انت عندك عضوين كمان مهمين جدا في الليمف، السبلين والليفر. فهيروح للسبلين هيكبره، هيروح للليفر هيكبره، يبقى هيباتو سبلينو ميجالي، هيباتو سبلينو ميجالي. تاني يا دكتور، والله من اسم المرض هتعرف كل الاعراض بتاعته كلينيكال بيكتشر. المرض اسمه ايه؟ المرض اسمه جلاندولار فيفر. جلاندولار فيفر، ايوه، يعني حطلي فيفر اكيد معاه حراره، وحطلي كمان الحاجات بتاعتنا اللي هي فاهم، مثلا زي انوريكزيا، هيديك، ماليز، عنده صداع. انوريكزيا، هيديك، ماليز، جلاندولار، ايوه جلاندولار. يعني انت دلوقتي يا دكتور بتتكلم جلاندات بقى، تعالى كده حق جلاندات بتكبر، جلاندات بتكبر زي ايه؟ الليمف نود، يا ولا الليمف نود يبقى ليمفادينوباسي، سبلين يبقى سبلينوميجالي، هيباتيك يبقى هيباتو ميجالي. المرض ده دكتور سيلف ليميتنج، المرض سيلف ليميتنج بيروح لوحده، يعني ممكن تعالج شوية سيمتوماتيك كده، تديله بقى ايه علاج سيمتوماتيك، تعالج كل السيمتومز اللي عنده ده والمرض هيروح لوحده، سيلف ليميتنج. لو عايز تشخص هتشخص ازاي؟ فكر كده، لو عايز تشخص هتشخص ازاي؟ عندك ثلاث حاجات تلقطهم على طول. اول حاجة الليمفوسايتس، الليمفوسايتس خصوصا الاتيبيكال ليمفوسايت اللي انا قلت لك دي، الخلية اللي كبرت، الخلية اللي كبرت، هتلاقي انكريز في الليوكوسيت كاونت، هتلاقي انكريز في الليمفوسايت، هتلاقي الاتيبيكال ليمفوسايتس دي علامة مهمة جدا ومميزة. يبقى انت كل حاجة هتلاقيها كتيرة، كل حاجة هتلاقيها كتيرة. سيرولوجي، عايز تديتكت ايه؟ انت كده عملت بلاد بيكتشر، عملت سي بي سي، صورة دم كاملة، ولقيت الليكوسايت والليمفوسايت ولقيت الاتيبيكال ليمفوسايت. طب دلوقتي عندك حاجتين كمان تطلعهم. اول حاجة الانتي بوديز، الانتي بوديز من الحدوتة اللي احنا قلناها بقى. انتي بوديز هتطلعه ازاي؟ قلت لك ان الهيتروفيل انتي بودي ده بيمسك في ايوه الشيب ار بي سيز، يبقى تعمل تيست واحد كده اختراه اسمه بول بانل تيست، بول بانل تيست، بول بانل تيست. هيلاقي ان الهيتروفيل انتي بودي ده مسك في الشيب ار بي سيز، فده انديكيشن على ان، بس خلاص انديكيشن على ان الراجل ده عنده انفكشس مونونيوكليوزيس، عنده بشتان بار فيروس. يا اما تعمل مونو كلوزس سبوت تيست، ده هتستخدم في ايه؟ هستخدم الهورس ار بي سيز، يعني زيه بس هستخدم الهورس ار بي سيز، الار بي سيز بتاعت الحصان.
ممكن اديتكت اي انتي بودي تاني زي الاي جي جي او الاي جي ام. ايه فكرتهم يا دكتور؟ بص، لو في المرض اكيوت وفي كرونيك، يعني المرض ده ريسنت والمرض ده عدى عليه وقت طويل. وضح لي اكتر يا دكتور. في الاول خالص في الريسنت، لما واحد بيتعدى بالابشتاين بار فيروس، ايه اللي بيكتر في الاول خالص؟ اللي بيكتر في الاول خالص الاي جي ام، وبيكتر معاه شويه اي جي جي بس مش قوي. بس بعد كده الاي جي ام بيقل خلاص، مع الوقت الاي جي ام بيقل، بس الاي جي جي بيفضل ثابت في مكانه، بيفضل ثابت في مكانه في وضع عالي، وضع عالي يعني الاي جي جي بيفضل عالي، انما الاي جي ام بيفضل بيقل. الاي جي ام بيقل، ده معنى ايه؟ يعني استنتج كده من الموضوع ده ايه؟ تستنتج من الموضوع ده ان انا لو الانفكشن ريسنت هخش هعمل تحليل، هلاقي الاي جي جي كتير، هلاقي الاي جي ام كتير، بس هلاقي الاي جي ام اكتر من الاي جي جي، وده طبيعي. طب الانفكشن عدى عليه وقت طويل، عدى عليه كتير، وانا عملت تحليل، هلاقي اي جي ام؟ لا، مش هتلاقي اي جي ام. ليه؟ لان الاي جي ام ده بتاع الريسنت، بتاع الفتره القريبه. لو الانفكشن ريسنت هلاقي مين بقى؟ هلاقي الاي جي جي. فالاي جي جي انديكيشن على ان في كان في باست انفكشن، الراجل ده جاله ايبشتاين بار فيروس. الاي جي ام على دليل ان في ريسنت، الراجل ده لسه معدي قريب. المامبس فيروس، وده سهل خالص ما فيهوش اي حاجه، ده انفكشن ديزيز، ده هايلي انفكشس، يعني لو واحد عنده مامبس فيروس، واحد عنده غده نكافيه بيسموه النكاف او النكافيه، الغده النكافيه، واحد عنده غده نكافيه ما تقربلوش. ليه؟ لانه معدي هايلي انفكشس، يعني ما تروحش تبوسه، هيجي لك انت كمان كده منبس، فما تروحش تبوسه لانه هايلي انفكشس. منبس بيصيب الباروتيد او السليفري جلاند، بيخليها بينفول وسويلينج، بس عادي خالص. يعني الباروتيد اللي هي تحت الاير ده، الغده اللي هي سليفري جلاند اللي اسمها الباروتيد اللي تحت الاير، هتكبر وهتبقى بينفول، بس هو ده الموضوع كله. يعني هتوجع العيان وهتبقى ورمة، تلاقي وش وارم كده من الجنب. طب الباثوجينيسيس يا دكتور بيتنال ازاي؟ و كومبليكيشن بتاعته ايه؟ اقول لك ان هو ليه كومبليكيشنز بصراحة خطيرة جدا، بس نادرا لما بتحصل. الباثوجينيسيس بتاعته في الاول ده دروبلت انفكشن، دروبلت انفكشن بيكتر في الريسبيراتوري ميوكوزا، يتنقل للدم، يعمل فيريميا، يروح على الباروتيد جلاند او السليفري جلاندس، يعيش هناك ويبدا يعمل المرض. بيروح في حته تانية بما انه بيتنقل في الدم، بيروح للتستس، الاوفري، البنكرياس، ممكن يروح للسي ان اس، يعني ممكن يعمل اعراض سي ان اس، ممكن يروح للبنكرياس، ممكن يروح للأوفريز والتستس، ويبقى الشخص ده خلاص كده استيرايل. ممكن يدمر التستس خالص، التستس دي تبوظ، فيصبح الشخص ده عقيم. بيقولك ان 1/3 من الكيز الساب كلينيكال ممكن ما ظهرش عليهم اي اعراض، والديزيز ده بيبقى بيناين، بيريزولف مع نفسه، بيريزولف مع نفسه، يعني هو سيلف ليميتنج، ما تقلقش، هو بيخف لوحده، انت بس بتعالج شويه الاعراض وهو بيخف، هو مش قوي للدرجه دي، وكمان ليه تطعيم، يعني ديزيز بيخف عادي، وكومبليكيشن بتاعته نادرا ما بتحصل، وحوالي 1/3 من الكيز الساب كلينيكال ما بيظهرش عليهم اعراض. في الحقيقة ان ليه ميزة كمان، ان اللي بيتصاب مرة عمره ما هيتصاب اي تاني خالص، يعني اللي اتصاب مرة هيفضل طول حياته عنده immunity من الفيروس، يعني مش هيتصاب تاني خالص، life long immunity، بيدي life long immunity، اللي اتصاب مرة مش هيتصاب تاني. complication بتاعته قلتلك ان هو ممكن يعمل orchitis او phritis، ودول rare 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 جداً.
بيسببوا عقم. ليه؟ لأن التيونيك التيونيك البوجينيا اللي محوطة على التستس بتبقى نون إلاستيك، ما بتتمددش، فبيبدأ يحصل انفلاميشن، فالتستس بتكبر والفيروس عمال يعمل ورم سويلينج، فعمالة تكبر، والتيونيك البوجينيا دي نون إلاستيك ما بتكبرش، فعمالة تضغط، التستس عمالة تكبر وهي عمالة تضغط، فنتيجة البريجر ده ممكن يحصل نكروزس طبعا في التستس، والتستس دي تبوظ خالص، ممكن يحصل منجايتس في some cases مش كلهم، لا some cases، بانكرياتيتس، وده rare. التريتمنت هتعالجه ازاي؟ عمري ما اديله انتي فايرال، عمري ما اديله انتي فايرال. ليه؟ لانه سيلف ليميتد ديزيز. في الحقيقة ان هما كمان ليه فاكسين، الفاكسين ده بيتاخد اسمه MMR ضد الممبس والميسل والروبيلا، ضد الممبس والميسل والروبيلا، الميسلز والروبيلا اللي هما الحصبة والحصبة الألمانية، دول بيبقوا فاكسين بيتاخدوا سبكيوتينيوس كده عند بالظبط 15 مانس. لما الولد يتم 15 مانس بياخد ال MMR، وبيتاخد تاني عند سن 4 ل 6 سنين. طب اشمعنى؟ اولا فعالية الفاكسين بتقل مع الوقت. طيب الواد ده داخل المدرسة وفيروس بيتنقل عن طريق دروبلت انفكشن، والمدرسة فيها دوام وفيها اختلاط وفيها عيال كتير في الفصل، ممكن يتنقل من واحد للتاني، فبالتالي بحمي الولد ده ان انا بديله الفاكسين بتاعه قبل المدرسة على طول. الفاكسين ده افكتيف وبيدي لونج لاستنج اميونيتي لمدة 10 سنين، يعني لو اديته للولد ده عند 5 سنين انا كده الفاكسين هيفضل شغال معاه لحد 15 سنة، 15 سنة، بعد كده خلاص بقى، بعد كده مش هيجيله، يعني قليل لما يجيله الفيروس بعد 15 سنة. مش هدي الفاكسين ده في امينو كومبرومايز ولا بريجننت وومن عمري. ليه؟ لان الفيروس بيعدي البلاسنتا، فممكن يتنقل ترانس بلاسنتال، فيروح للطفل يعمل له مشاكل. ولا اميونو كومبرومايز، واحد مناعته ضعيفة، راح اديله فاكسين؟ بتهزر، عمري.